السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سنعمل أكلة خفيفة. طبعاً المكون الرئيسي إلها الكبنية، وعادة الكبنية إلها بهاراتها الخاصة ويضاف إليها البرغل. فأنا اليوم فقط سأعمل الكبنية وأعملها كوجبة جديدة يعني، وإن شاء الله تعجبكم. بدي أحط عليها سمنة بلدية أصلية طبعاً. هاي السمنة من جرش في الأردن. هذا بنحط عليها عشان نستغني عن اللية في هذه الوجبة. طبعاً بنشوفوا شايفين قدر بسيط. هاي طبعاً بتخليها جوسي. شايفين طبعاً ريحتها ما شاء الله. طبعا الطعم صار جوسي لانه الباذنجان طري، كبنية ما خليناها تسوي تشد، خليناها جوسي بالاضافة الى طعم السمن البلدية. السمن البلدية هي كانت السر بالخلطة وحلتها. طبعا يعني السمن البلدية مش يعني اللي بتعب الواحد، بالعكس إلها نكهة. كيف تأكل الكنافة وعليها سمنة بلدية زيها. ما شاء الله. إن شاء الله نراكم في منيو جديد، نلقاكم على خير.